السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ولكن بعد أهم العناوين. نقرأ من الهيئة نت: هيئة علماء المسلمين في العراق تقيم مؤتمرها العلمي الثاني المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال. في البدء نقرأ: هيومن رايتس ووتش تقول مسؤولون عراقيون أخفوا معالم قتل 80 مشتبها بانتمائهم لتنظيم الدولة. في موقع كتابات: بغداد متهمة بإحياء نظام السخرة، عقود حكومية بلا أجور. وفي الجزيرة نت: هنية يتهم الموساد باغتيال البطش في ماليزيا. وفي العربي الجديد: النظام يدك جنوبي دمشق ويستكمل تهجير أهالي القلمون الشرقي. وفي القدس العربي: عباس لن نسمح لترامب أو غيره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وأخيراً في الحياة: الفلسطينيون يطالبون مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لهم. متطلبات اللعبة الجديدة تفرض تخلي المظهري عن عناوين الإسلام السياسي بسبب ما أنتجه من مسيرة فشل استمرت 12 عاماً. ليس من الغريب أن تتحول أحزاب الإسلام السياسي في العراق من قوقعة تمسكها بالخطاب الديني الطائفي إلى فضاء المدنية. هذا لم يحصل نتيجة مراجعة فكرية وسياسية لما أنتجه هذا الخط من مصائب ونكبات للعراقيين، وإنما لإعادة تموضع تلك الأحزاب بما يمرر مخادعة جديدة ضد الوعي الشعبي تجاه التيارات الدينية المذهبية ومحاولة التحرر من تلك القوالب التي أضرت بالنسيج الاجتماعي العراقي. لهذا سعت تلك الأحزاب منذ وقت مبكر للانتخابات الحالية إلى تقديم خطابات مكثفة تعلن خلالها عن تبنيها أشكالا جديدة من الخطابات السياسية والإعلامية، حسب الكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. ورغم أن العناوين الانتخابية لا تشكل فعلا حقيقيا باتجاه التخلي عن الإسلام السياسي الشيعي، إلا أنها تظهر محاولة شكلية لمسايرة المزاج الشعبي العام الناقم على تلك الأحزاب. فعمار الحكيم رجل دين وتصدى خلال الأشهر الماضية في خطاباته وسط مؤيديه لما يسميه بخطر العلمانية. نزع عمار الحكيم العباءة الدينية بعد أن خرج من المجلس الإسلامي الأعلى وشكل تيار الحكمة ودعا إلى الأغلبية الوطنية. وقبله تخلى مقتدى الصدر عن شعاراته بإقامة دولة إسلامية ليرفع شعار الدولة المدنية. جرب ذات المحاولة الدعوي رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أطلق على قائمته النصر في إشارة إلى الانتصار العسكري على داعش في ديسمبر أواخر عام 2017، في حين تمسك نور المالكي من خلال قائمته دولة القانون بتبنيه للتيار الشيعي المتشدد. صحيح أن الأحزاب والكيانات الإسلامية لم تسجل حضورا عدديا كبيرا في تسجيل قوائمها، لكن ذلك لا يعني تخليها عن منهجها الإسلامي الشيعي. يضيف الكاتب: ذكرت مفوضية الانتخابات العراقية أن حصة الأحزاب الإسلامية هي 12 حزبا من مجموع 205 من الأحزاب، أي بنسبة 6%. لكن لا يصدق أحد من المواطنين العراقيين أن الإسلاميين وخصوصا الشيعة قد تخلوا عن إيديولوجيتهم، والكل يعلم أنها لعبة مكشوفة لعبور جسر الانتخابات. أسهل إجابة تحصل عليها من الأحزاب العراقية عندما تطرح سؤالاً حول مصدر تمويل الحملات الانتخابية في العراق أنها تتلقى التمويل من متبرعين. هذا بحسب الكاتب مشرق عباس في مقال عن مصدر الأموال التي تنفقها الأحزاب العراقية
على الحملات الدعائية. الكاتب يقول في صحيفة الحياة: فيما يطرح الشارع العراقي نظريتين للتمويل، إحداهما تتعلق بثمن منظومة الفساد، والثانية بدعم دول خارجية. الحقيقة أن الإجابات حول الموضوع متشابهة، لأن المتبرعين هم في الغالب أذرع الفساد تماما كما التمويل الأجنبي هو الحاضنة الأساسية للفساد. لا يكون من حق أي سياسي أن يعتقد أن مصطلح المتبرعين هو إجابة سحرية وكافية لكبت الأسئلة حول مصادر التمويل، فيما لو كانت ثمة نصوص واضحة المعالم سواء في قانون الأحزاب أو قانون الانتخابات تحدد سقوفاً عليا للتمويل من المتبرعين، كما هو الحال في التجارب الديمقراطية الرصينة مع الإقرار بأن ضبط مصادر تمويل الأحزاب مهمة صعبة، وأن إجبارها على عرض المبالغ الحقيقية المخصصة للدعاية الانتخابية أصعب. قد لا تدرك الأحزاب العراقية الكبيرة في الغالب أن استعراضها الانتخابي المكلف يزيد من إحباط الناخب العراقي ويعمق قطيعته مع الطبقة السياسية، وقد تكون مدركة تماماً هذه الحقيقة وتصر عليها أملاً بمقاطعة العدد الأكبر من الناخبين غير المؤدلجين. إن الموسم الانتخابي الحالي في العراق كشف عن إصرار المجتمع السياسي المنقطع خلف الأسوار على الاحتفاظ بمكاسب السنوات السابقة بأي ثمن ممكن، ومن تلك الأثمان إبرام المزيد من التعاقدات السرية مع رجال الأعمال والشركات خارج وداخل العراق حول مكاسب متوقعة وعقود كبرى في مقابل دعمها للفوز بالانتخابات. معظم القوى لا تعير أهمية كبيرة لاستطلاعات الرأي التي تعلن بين الحين والآخر حول نتائج الانتخابات، تعتبر أنها تفتقر إلى معايير قياس النتائج في النسخة العراقية، وأن على المحلل أن يضع في اعتباره نحو 1,000,000 منتسب لقوى أمنية وعسكرية مختلفة وسجناء ومنتسبي الصحة وتصويت الخارج، والتي تجمع في نطاق ما يعرف بالتصويت الخاص. للدعاية الانتخابية في أغلب دول العالم قوانين وأنظمة محددة تلزم الأشخاص والأحزاب المشاركة في الانتخابات العمل بموجبها، ويحاسب من يخالفها بشدة. من هذه الأنظمة تحديد أماكن خاصة لوضع اللافتات والصور والإعلانات، ولا يجوز أن توضع في غيرها، ويحدد حجم معين لهذه الملصقات أو المنشورات والصور، سواء كانت في الأماكن المخصصة لوضعها أو عند نشرها في الصحف والمجلات، وتحديد وقت للإعلان في وسائل الإعلام المرئية. لا يجوز التجاوز على هذه الأماكن الخاصة والعامة ومباني الحكومة وأملاك ودور المواطنين. كل هذا عكس ما يجري في العراق تماماً، حسب الكاتب سامي الزبيدي في مقال بصحيفة زمان العراقية. في عراق الفوضى في كل شيء، فقد غلبت الفوضى أيضاً على الدعاية الانتخابية، فلا ضوابط ولا قوانين تحكمها، وإن وجد بعضاً منها فلا تعمل بموجبه الأحزاب والكيانات والمدن العراقية، تستباح في الأيام المخصصة للدعاية الانتخابية. فالأرصفة تقطع على المارة بصور ولافتات كبيرة الحجم، أما للجزرات الوسطية للشوارع وأسيجة المدارس والكليات وأسيجة الجسور ومقترباتها وأعمدتها ودوائر الدولة ومؤسساتها وحتى أسيجة وأبواب دور المواطنين، خصوصا تلك التي تقع على الشوارع العامة، تصبح أماكن مميزة للصور واللافتات، ولم تسلم من الصور حتى عمتنا النخلة. وبالنسبة للدعاية في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، فهي لمن لديه المال المسروق من أموال الشعب ويدفع أكثر من غيره. أما أحجام صور المرشحين وأرقامهم وأرقام قوائمهم فوصل حجمها إلى عدة أمتار طولاً وعرضاً، وإذا وضعت على رصيف أو جدار أو جزرة وسطية فهي تقطعها تماماً، فلا تحديد على الحجم الصور والملصقات. وكلما كان المرشح من الأحزاب المتنفذة ومن أصحاب المناصب في الدورات السابقة وخمط كثيراً
من أموال الدولة والشعب كانت صوره أكبر وإعلاناته أكثر. وإلى أن تنتهي الحملات الانتخابية فلا يبقى شارع أو سياج أو عمود إنارة أو رصيف أو جزرة وسطية أو حديقة أو نخلة وشجرة إلا وفيها الصور ولافتات للمرشحين التي تشوه المدن العراقية. كما يتحمل عمال النظافة عبئا إضافيا بسبب الصور والإعلانات التي تتطاير بفعل الرياح أو بفعل فاعلين، وتتسبب الصور والإعلانات الكبيرة في غلق أرصفة على المارة ومنع الرؤية على العجلات والتضييق على المواطنين في الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة الأخرى. قال مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إن رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي من المقرر أن تنتهي ولايته مطلع يوليو تموز المقبل لن يعارض أي تحرك خارجي للمسؤولين المحليين في المحافظات والمدن العراقية المدمرة التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة. هذا بهدف جمع تبرعات أو الحصول على منح مالية لإعمار المناطق. لكنه في الوقت نفسه لن يصرح بذلك رسميا، مشيرا إلى أن العبادي لمح في أكثر من لقاء جمعه مع مسؤولين من تلك المحافظات إلى هذا الأمر شريطة أن يكون بعلم حكومة بغداد، حسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. وأرجع المسؤول في حديث للعربي الجديد توجه العبادي نحو هذا الخيار إلى عدم قدرة الحكومة الاتحادية على القيام بالمهمة بمفردها، خصوصا فيما يتعلق بمنازل العراقيين المدمرة في تلك المدن والتي تجاوز عددها نحو ربع مليون منزل وشقة سكنية، وباتت تشكل ملفا إنسانيا خطيرا داخل محافظات شمال العراق وغربه، مؤكدا أن مؤتمر الكويت وما أسفر عنه لم يترجم منه أي بند على أرض الواقع حتى الآن. وتعرضت 38 مدينة وقضاء ومحافظة عراقية شمال البلاد وغربها إلى دمار واسع نتيجة المعارك التي رافقت عملية تحريرها من مسلحي تنظيم داعش الذي اجتاح العراق منتصف عام 2014 قادما من الأراضي السورية، ومستغلا حركة الاحتجاجات التي نفذتها عشائر عربية شمال العراق وغربه ضد السياسة الطائفية لرئيس الوزراء السابق نور المالكي. وأدرج البرلمان العراقي 21 مدينة من هذه المدن كمناطق منكوبة في فترات متفاوتة من هذا العام ونهاية العام الماضي، وهي المدن التي تجاوزت نسبة الدمار فيها أكثر من 60%، وشملت البنى التحتية والخدمات والممتلكات، إضافة إلى تسجيلها خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين. من أبرز هذه المدن التي دمرت هي الموصل، تل عفر، الفلوجة، تكريت، الرمادي وهيت، ومدن شمال شرقي ديالى وبيجي والبعاج والقيارة والحويجة، قائم، الرطبة، جرف الصخر، يثرب، ومدن وبلدات أخرى. وحتى الآن لم تباشر الحكومة في العراق بعمليات إعادة إعمار أو تأهيل هذه المدن المحررة باستثناء رفع بعض الأنقاض وتفكيك بعض الألغام والمتفجرات، إذ ما زال السكان يعانون من انهيار قطاعات مهمة في البنى التحتية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات أيضا والطرق والجسور والصحة والتعليم وكل شيء. فكرة الانتخابات المبكرة كانت حاضرة دائما لدى حزب العدالة والتنمية باعتبار أن الفترة الزمنية حتى نهاية عام 2019 طويلة جدا، وهو ما يجعل البلاد عرضة لأي ضغوط أو اهتزازات تستهدف الملف الاقتصادي تحديدا. يرى الحزب أن الإشكال الدستوري ما زال قائما على شكل تداخل هجين بين النظام البرلماني المستمر رسميا والرئاسي المقر دستوريا وهو المطبق فعليا، ما يفرض التخلص من هذه الثنائية وتثبيت النظام الرئاسي بأسرع وقت ممكن. الكاتب الدكتور سعيد الحاج يحلل قرار الانتخابات المبكرة في تركيا بمقال كتب في موقع الجزيرة. يبقى تبكير الانتخابات الآن بعد نفي ذلك مراراً قراراً سياسياً له علاقة بحسابات الربح والخسارة في المقام الأول،
فعملية غصن الزيتون في عفرين رفعت شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ، فقد اعتبرت تلك العملية نصراً قومياً كبيراً احتفى به كافة الأتراك، وهو على ما يبدو ما راهن عليه أيضاً حزب الحركة القومية. وبهذا المعنى فإن التبكير بالانتخابات يضمن عدم تقادم الانتصار وتراجع أهميته لدى الناخب التركي، وبالتالي ضرورة استثماره على الوجه الأمثل. يعرف أردوغان وحزبه العدالة والتنمية باعتمادهما على استطلاعات الرأي الدقيقة، ويبدو أنها قدمت لهما نتائج مطمئنة أو على الأقل أفضل من توقعات الموعد السابق للانتخابات المصيرية المختلفة عن كل سابقاتها، من حيث أهميتها وحساسيتها وما سيترتب عليها لفترة طويلة. وفي المقابل ثمة من يرى أن هناك خطرين حاول أردوغان تجنبهما بقراره التبكير بالانتخابات، أحدهما داخلي والآخر خارجي، وبينهما علاقات وترابط. فرغم بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مؤخرا، فإن تراجع الليرة المستمر في مقابل العملات الأجنبية أعطى إشارات موحية بما أسماه الرئيس التركي حربا اقتصادية لن تركع تركيا. يضيف الكاتب: وذلك يكون أردوغان قد استبق أي تطورات سلبية محتملة بكل ارتداداتها على الأمن والاقتصاد التركيين بإعلان موعد الانتخابات بعد نحو شهرين فقط للتقليل قدر الإمكان من فرص تأثير هذه الأحداث. لم تأتي تهديدات وزير حرب كيان الإرهاب الإسرائيلي بشأن هجمات على قطاع غزة التي أطلقها أمس بمضمون جديد، فرجل الحرب والإرهاب ليبرمان يأتي بخلفية كيان يرتعد كل يوم وهو يفكر بنهايته عندما تتحرك جحافل من الفلسطينيين الذين طرد آباؤهم وأجدادهم من أرضهم نحو بلدانهم وقراهم التي شردوا منها بعد مذابح لا تزال عالقة في ذاكرة التاريخ. نعتقد لن ينساها طالما هناك أصحاب حق يسعون وراء حقهم. إنه هاجس كبير لدى كيان الاحتلال ووزير حربه، لدرجة أنهم يفتحون نيرانهم على تظاهرات سلمية يقتلون العشرات منذ انطلاقها رغم سلميتها بحسب ما جاء في صحيفة الوطن العمانية. إنها حقوق أصيلة مهما تغيرت الحقب، حقوق رغم كل المؤامرات ومحاولات تجنيس اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن الإرادة الفلسطينية تحول دون تحقيق تلك الأوهام وترفض أن يغلق الزمن دفتر القضية الفلسطينية. ولعل أكبر دليل على هذه الحقيقة أن أبناء فلسطين من عرب الداخل أو فلسطينيي 48 لا يزالون يتظاهرون وينغصون على كيان الاحتلال احتفالاته بقيام هذا الكيان الغاصب، ويتظاهرون في كافة المناسبات للتأكيد أن قيام هذا الكيان هو ذكرى نكبتهم التي لن تمحى في ذكرياتهم مهما توالت العقود. فأبناء فلسطين لا يزالون يرون قصص الآباء والأجداد عن هذه النكبة والكم الذي شاهدوه من جرائم يندى لها الجبين، ولا يزالون يتحينون الفرص للتظاهر أمام قرى طردوا منها بفعل إجرام الكيان، وقصص إخوة وأبناء عمومة كان لجوءهم لدول الجوار ولم يروهم ولم يروا أبناءهم منذ ذلك الوقت، بالإضافة إلى فلسطينيي غزة والضفة الذين هجروا إلى خارج وطنهم. هم أيضا لن يتخلوا عن حلم العودة وحقهم في الإقامة على ما سلب منهم بتواطؤ عالمي. إنها حقيقة تاريخية يعيها ليبرمان وكيانه. إن قدرة الفلسطينيين على هذا الصمود الأسطوري يؤكد أن قضيتهم باقية طالما بقي الإصرار في نفوسهم، وطالما نضل الأحرار حول العالم بهدف استعادة الحقوق المسلوبة. عمليات الإرهاب والقتل والتشريد تستطيع أن تحقق انتصارات وقتية، لكنها تعجز أمام إرادة الشعوب وتمسكهم بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها
حق استعادة ما سلب منهم قهرا وعدوانا. مشاهدين، رقائق الشوفان غذاء خارق، فهي غنية بالفيتامين والمعادن، تساعد على خفض نسبة السكر بالدم ومستوى الكوليسترول، تعتبر أيضا مصدرا هاما لإمداد الجسم بالطاقة، فضلا عن أنها تحمي فلورا الأمعاء. خبير التغذية الألماني يوهانيس غوترفيرد ماير قال إن رقائق الشوفان تعد كنزا من المعادن والفيتامين، إذ تزخر بالحديد والزنك والفوسفور والمغنيسيوم، وكذلك فيتامينات بي والبيوتين الذي يمثل سر صحة وجمال البشرة والشعر والأظافر. ماير أشار إلى أن رقائق الشوفان تعتبر صديقة لمريض السكري، فهي تحتوي على نوع من الألياف الغذائية يعرف باسم بيتا جلوكان، الذي يمنع الارتفاع الشديد لنسبة السكر بالدم، ويعد هذا أمرا هاما للغاية بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني بصفة خاصة. إلى الكاريكاتير مشاهدينا. هذا ما كان في جعبتنا مشاهدينا، على أمل أن نلتقي بكم في صدى أقلام جديد. في أمان الله.